السلام عليكم اخوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نوصل لكم العلاج ديال ضيق التنفس. الناس اللي كيستعملوا الربوز فيهم الربو او الحساسيه، غادي نعطيكم هنا جوج الانواع ديال العلاج. نتمنى من سيدي ربي ينفعكم، وراه مجربين وصحاح، ودائما كيف ما كنقول لكم كنعطيكم كل شيء مكتوب بخط اليد، كيف ما كنعطيكم دائما في اللايفات اللي كنديروا في تيك توك او الفيديوهات اللي كنحط لكم من تيك توك. ملي كنعطيكم شي حاجه كنعطيها لكم مجربه وصحيحه، ونتمنى نكون ضيف خفيف على قلوبكم. غادي نتوكل على الله. بالنسبه لاول علاج للدقه او لضيق التنفس، كتاخذوا واحد ملعقه ديال قشره الرمان مدقوقه، كتاخذوا القشره ديال الرمان جافه عند العشاب، كتدقوها وكتاخذوا فيها واحد المعلقه صغيره، كتحطوها في واحد الكاس، وكتزيدوا معها واحد خمسة القطرات ديال خل التفاح الطبيعي. كتزيدوا معها خمس قطرات من خل التفاح الطبيعي مع ملعقه صغيره قرفه مدقوقه، مع واحد المعلقه صغيره ديال القرفه مدقوقه. غادي نعاود المكونات: ملعقه صغيره من قشره الرمان المدقوقه، ثم نضيف اليها خمس قطرات من خل التفاح. تفهمنا؟ خمس قطرات من خل التفاح وملعقه صغيره من القرفه المدقوقه. هاد المكونات هادو كناخذوهم كنخلطوهم في واحد الكاس ديال العسل الحر الطبيعي، واحد الكاس ديال العسل الحر كنخلطو فيه هاد قشره الرمان ومعلقه صغيره ديال القرفه مدقوقه، وكنزيدو عليهم خمسة القطرات ديال الخل الطبيعي. تفهمنا؟ ملي كتاخذوا هاد المكونات هادو كتخليهم في داك الكاس ديال العسل، كتحطوهم في الثلاجه، وكل صباح كتفطر بمقدار ملعقه صغيره على الريق حتى ينتهي، ويفطر كل صباح بمقدار ملعقه صغيره قبل وجبه الفطور حتى ينتهي، حتى كتكملوا داك الكاس ديال العسل يوميا كتفطروا به بمعلقه صغيره على الريق حتى ينتهي. ثم يدهن صدره بالزبده البلديه ليلا لمده 3 ليالي. ما حدكم نتوما كتستعملوا في هذا الخليط كل ليله مده 3 ايام، كتدهنوا الصدر ديالكم بالزبده البلديه. مجرب فعال وصحيح، ما فيهش غرام ديال الشك. هذا راه علاج خطير للناس اللي مصابين بمرض الربو والحساسيه وضيق التنفس، وحتى ديك التنخيمه اللي كتكون في الصدر. راه هذا علاج فعال وخطير. غادي ندوزو العلاج الثاني باذن الله عز وجل. العلاج ديال الدقه والربو والحساسيه، سمعوا مزيان. كتاخذوا القسط الهندي مطحون. بالنسبه للقسط الهندي مطحون، فيه جوج انواع في القسط الهندي، هناك نوعان، هناك نوع بني ونوع مائل للون الاصفر. كاين النوع اللي هو بحال اللون ديال القهوه، وكاين النوع اللي هو بحال اللون ديال السكنجبير. بالنسبه للقسط الهندي كناخذوا اللون اللي هو بحال اللون ديال القهوه، اللون الداكن، راه ريحته مجهده، مزفر بحال المعزي ديال الحاحه، والله الا وقفتي حداه راه قاصح، ولكن راه الدواء ديالو فعال وعنده جميع الادويه، جميع العلاجات لبزاف ديال الامراض. هذا القسط الهندي خطير، مازال نعطيكم فيه بزاف انواع ديال العلاجات. كتاخذوا القسط الهندي كديروا واحد الربعه ديال العسل الحر، 250 غرام ديال العسل الحر، كتحطوا فيه ملعقتان كبيرتان من القسط الهندي مطحون، الربعه ديال العسل الحر، 250 غرام من العسل الحر، تضاف اليها ملعقتان كبيرتان من القسط الهندي المطحون ذو اللون الداكن. تفهمنا؟ كل يوم ملعقه صغيره كل صباح على الريق، كتفطروا به كل صباح ملعقه صغيره على الريق. مجرب فعال وصحيح، علاج فعال للحساسيه. هذا راه ما كيخليش الحساسيه نهائيا. وكذلك كاينين بزاف العلاجات اخرين، دابا كنكتفيو بهاد الجوج. ان شاء الله في الفيديو القادم نحط لكم فيديو اخر ديال الحساسيه. هنا غادي ندوزو الناس اللي كيسولوني على علاج الحصى في الانسان. علاج الحصى في الانسان، انا نعطيكم صفحه 47.
ندوزو للصفحة 47 ونشوفو علاج الحصى في الإنسان. علاج يصلحو علاج الحصى في الإنسان، الناس اللي عندهم الحجر في الكلاوي أو الحجر في المرارة، يصلح له ملعقتين من البندق ثم نوار أكناري، النوار ديال 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 الدرك، داك النوار راه كيكون عند العطار، وش ثم شعرة الذرة ملعقتان من النبق ثم نوار أكناري، نوار الهندية أو لا نوار الصبار، ثم شعرة الذرة داك ديك الكبالة ملي كتنبت داك الشعر ديالها الصفر، هادشي كيتباع عند العشاب، غتمشي عند العشاب غتدي عندو النبق، النبق كطحنو بالعظم ديالو، النبق يطحن بعظمه، ثم نأخذ منه ملعقتان كبيرتان، ثم نضيف إليها نوار الصبار مطحون، ثم شعرة الذرة مطحونة، يدق البندق دقا مهرفشا، كاتبين هنا دقا مهرفشا، زعما مرمش، ما يكونش مطحون مزيان، ثم يطبخ مع ملعقتان ثم يطبخ ما قلنا في ماء ثم يصفى ويشرب. قال لك كتاخذ هذا الخير هذا بلا ما تطحنو لا نوار الصبار ولا الشعره ديال الدره، ما طحنوهمش، كتاخذو غير النبق كطحنوه مهرمش، حيت في الصفحه الاخرى كملت القرايه ديالو، قالوا لك هنا قريتو كامل، قالوا لك كتاخذو ديك الشعره ديال الكباله مع داك النوار ديال الصبار، كديروه في شويه ديال الماء، كيتغسل بالماء بارد، كديروه في شويه ديال الماء، كتلحو عليه النبق مطحون مهرمش، كديروه حتى كيغلى، حتى كطلع فيه الغليه، كتخليوه يبرد، كتصفيه ويشرب مده 3 ايام، مده 3 ايام، في الصباح بكري على الريق، وفي المساء عند النوم، كتشربوه في الصباح بكري وفي المساء عند النوم. قال لك مجرب وصحيح، يفتت جميع انواع الاحجار، كيفتت جميع انواع الحجر اللي تيكونوا في المراره او لا في الكلاوي، هذا علاج خطير مجرب وصحيح. كاينين الناس اللي كيسولوني على العيالات اللي كيبغيو الحمل، قالوا لك ما عندهمش ما كيولدوش او لا تمنع عليهم الحمل، هنا كانوا الرجال يجيبوا لعيالاتهم الحليب ديال انثى الفرس، الحليب ديال انثى الفرس يعطيه لمرتو تشربو بلا ما تعرف انه ديال انثى الفرس، تصحاب ليها واش ديال البقر وتشربو، راه مجرب وصحيح، ولكن الا مشات تعرفت بلي راه ديال انثى الفرس ديال العوده، راه ما كيدير حتى شي مفعول، خصها ما تعرفش تشربو واخا غير مره واحده فانها تحمل باذن الله عز وجل. و كنكتفي بهذا القدر، ان شاء الله الفيديوهات القادمين غادي نعطيكم ثاني واحد السلسله من العلاجات، نتمنى نكون ضيق خفيف على قلوبكم وما نكونش ثقلت عليكم، ونكون قدرت نوصل لكم شي معلومه اللي تفيدكم، وحتى نتوما بدوركم خذوها استفدوا منها وافيدوها افيدوا بها الناس اللي كتعرفهم من الاقارب الجيران الصحاب والحباب، وحياكم الله الفيديو القادم ان شاء الله، وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم.